بسم الله نبدأ وبه نستعين. سنتعرف اليوم على درس الجنة والنار. بداية سنتعرف على جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، ولكن نعرف أيضا من عدل الله تعالى علينا أنه أرسل الرسل عليهم السلام، وأنزل مع كل رسول كتاب سماوي يرشدنا إلى طريق الخير ويحذرنا من طريق الشر، بدليل الآيات التي نزلت في القرآن التي لا تعد ولا تحصى. ومن عدله سبحانه وتعالى أنه سيحاسب الناس ويجازيهم على أعمالهم يوم القيامة، فمن آمن وأحسن العمل فمصيره الجنة وله نعيم مقيم دائم فيها، ومن كفر تولى فجزاؤه النار. الآن نحن نعلم أن كل إنسان سيجزى بما سقى، أي أن كل إنسان سيحاسب على أفعاله هو وليس أفعال غيره. بداية سنتعرف على الجنة التي هي دار المؤمن أو الدار الخالدة التي سيقوم بها المؤمن. الجنة تعريفا بداية هي دار الثواب والنعيم المقيم، أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين يوم القيامة جزاء لهم على ما عملوا من خير في حياتهم الدنيا. وورد في القرآن والسنة النبوية أوصاف كثيرة للجنة، منها أنها عرضها كعرض السماوات والأرض، وأن لها أبوابا ثمانية لكل باب اسم، ومن هذه الأبواب الريان الذي لا يدخله إلا الصائمون، وأيضا أن قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ولها أوصاف كثيرة نقتصر على ذكر هذه الأوصاف. وأن الله عز وجل أعد للمؤمنين في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي أن مهما تخيلنا ومهما تصورنا الجنة لن نتصورها، لأن مهما تخيلنا هي دنيوية وليست أخروية. الآن حتى نكسب كنز من كنوز الجنة ونبني قصورا لنا في الجنة يجب أن نواظب على الذكر، ومن هذه الأذكار هي الحوقلة، أي لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه كنز من كنوز الجنة. الآن ننتقل إلى النشاط صفحة 65. نستخرج من الآيات الكريمة أنواع النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة. بداية قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير، صدق الله العظيم، أي أن المسلمون يلبسون الحرير. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، صدق الله العظيم، أي أنهم يأكلون أنواعا مختلفة من الفواكه واللحوم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي أنهم يشربون ماء بطعم الزنجبيل. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أنهم يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه هي صفات الجنة، وتعرفنا على جزاء المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم، آمين يا رب العالمين. الآن سنتعرف على الجزاء الثاني، وهو جزاء الكافرين، جزاء الكافرين الخالدين في النار مخلدين لا يخرجون منها. بداية نتعرف على أن النار أو تعريف للنار هي دار العذاب والجحيم المقيم، أعدها الله للكافرين جزاء على كفرهم وعصيانهم، أي أن النار هي عقوبة وجزاء على كفرهم وعصيانهم. وفي صفحة 66 نتعرف على استخرج من الآيات الكريمة التي تتحدث على أنواع العذاب. إذا النار هي عذاب أعده الله لأهل النار. بداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، يقيدون بالسلاسل والأغلال. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم،
يشربون ماء مغليا يقطع أمعاءهم، فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها يخلدون في النار فلا يخرجون منها. إذن علينا أن ندعو الله أن يدخلنا الجنة. يجب علينا دائما وأبدا أن نقول اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا في الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأيضا يجب أن نستشعر أن الله عز وجل يراقبنا في كل أحوالنا، وأن عظمة الله تفوق كل شيء، ويجب علينا لعظمته عز وجل أن نستشعر مراقبته لنا في السر والعلن، وأن لا نعصي له أمرا، وأن نبادر إلى التوبة والاستغفار إذا وقعنا في معصية حتى يرضى الله عنا ويجنبنا المعاصي. وننتقل الآن إلى النشاط الختامي، صفحة 66، وهو ما سبب تفاوت أهل الجنة في الدرجات والنعيم؟ بسبب تفاوت أعمالهم الحسنة. الآن سأنوح على شيء، نقول في الجنة درجات وفي النار دركات. نشاط بيتي، أرجع إلى سورة الغاشية وأقارن بين حال المؤمنين وحال الكافرين. المؤمنين وجوههم دائما فرحة، يكونون في راحة تامة، أما الكافرين وجوههم دليلة، لا يكونون إلا في تعب دائم. ننتقل إلى صفحة 67 والأسئلة. أبين معنى الجنة ومعنى النار. بالنسبة للجنة قلنا هي دار الثواب والنعيم المقيم، أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين يوم القيامة جزاء لهم على ما عملوا من خير في الحياة الدنيا. بالنسبة للنار هي دار العذاب والجحيم المقيم، أعدها الله للكافرين جزاء على كفرهم وعصيانهم. السؤال الثاني، أكمل العبارة الآتية. صفات الجنة: أولاً عرضها كعرض السماء والأرض، أبوابها ثمانية، منها باب الريان الذي لا يدخله إلا الصائمون، قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة. والآن سننتقل إلى الدرس التاسع عشر، وهو المؤمن أمره كل خير. بداية هو حديث شريف، وقد تعرفنا سابقا في دروس سابقة أن الحديث هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله عز وجل. نأتي إلى العنوان، المؤمن أمره كل خير، أي أن المؤمن هو يجب عليه أن يرضى بما قسم الله له خير دائم، وأن الله أنعم بنعمه وشكر الله عليها، حتى إن أصابته مصيبة يصبر عليها ويحتسبها أجرا عند الله عز وجل، ويكون على ثقة دائمة بأن الله عز وجل سيبدل مصيبته إلى فرج. بداية سنقرأ الحديث النبوي الشريف. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن سنعرف بداية بالراوي، هو صهيب الرومي الصحابي جليل، كان من السابقين إلى الإسلام، عذب بسبب إسلامه فصبر، وتنازل عن جميع ماله لقريش على أن يسمحوا له بالهجرة، فلما سمحوا له ووصل إلى المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. سنعود إلى الاسم، صهيب الرومي هو صهيب بن سنان بن مالك الرومي. عندما يلفظ اسم الرومي نعتقد أنه ليس عربي، لكن هو عكس ذلك، هو من اليمن، ونقول أنه من السابقين للإسلام. إذن السابقين من الأوائل الذين أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه بسبب إسلامه عذب وتنازل عن جميع أمواله. هذه هي التي
نقول عنها أنه المؤمن في أمره كله خير، لأنه صبر وتنازل عن جميع ماله لقريش حتى يسمح له بالهجرة. فعندما وصل إلى المدينة التجارة الرابحة كانت أنه خسر أمواله، لكنه ربح آخرته وهجرته مع الرسول صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 38 هجرة 38 هجري ودفن في البقيع. 38 هي في نفس السنة التي توفي فيها الزبير بن العوام، وهي أيضا نفس السنة التي استشهد فيها عثمان بن عفان. الآن سنأتي إلى المفردات. عندما نقول سراء أي كل شيء يفرح الإنسان ويسر به وضراء ما يحزن الإنسان من المصائب والشدائد. هذا الحديث تضمن وموضوعاته الرئيسية تضمنت أمورا عدة. أولا أن المؤمن كله خير، أي الشكر على النعم والصبر على الشدائد. بالنسبة للشكر على النعم، أي أن أثني على الله، أثني يعني أن أشكر الله عز وجل وأعترف بأنه المنعم، فإذا أقررت بذلك ازداد حبي وتعلقي به عز وجل وفرحت بنعمه علي. وهذا كله يجعل الإنسان يشكر الله عز وجل بلسانه بأن أكثر من قول الحمد لله والشكر لله أو اللهم لك الحمد والشكر. ثانيا أن أشكره سبحانه وتعالى بجوارحي، أي أن أطيعه وأتجنب نواهي، جوارحي أن تكون كلها لله تعالى، تشكر الله عز وجل سواء بسجودي بلفظي بحركاتي. والطاعة وتجنب النواهي هاي أيضا من شكري على النعم. عندنا نشاط صفحة 69، أكتب دعاء الصباح الذي يحمد به المسلم الله عز وجل على استيقاظه بعد نومه. هذا الدعاء نقوله كل صباح عند الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور. وصفحة 70، أتلو وأتدبر. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. ما جزاء من يشكر الله تعالى؟ هنا هذه الآية تدلنا على وجوب شكرنا لله عز وجل، لأن الشكر جزاؤه زيادة البركة والرزق للإنسان، وحتى الصحة هي رزق من الله عز وجل على الإنسان. الصبر عند المصائب، والشدائد. الصبر يعني أن أتحمل المشاق والأذى الذي يصيبني وأرضى بقدر الله عز وجل وأن ألجأ إليه وحده عز وجل، أي أن الله سبحانه وتعالى هو من يفرج المصائب والشدائد، أي أن الله عز وجل هو من أشكره على نعمه وهو الذي أصبر على المصيبة عندما يضعني فيها، لأن ذلك امتحان وابتلاء لإسلام المؤمن. وقول الله تعالى في هذا الموضع: بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صدق الله العظيم. هذا دليل على أن الله عز وجل إذا صبر المؤمن على مصيبته ويدعو الله عز وجل يكشف الله عن مصيبته. وأيضا مما يهون علينا مصائبنا أن نتذكر أن الله عز وجل وعدنا نحن كصابرين بأجر عظيم. مهما كانت مصيبتنا، الصبر هو الأجر عند الله عز وجل، بدليل قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. فهذا هو الأجر وهذا هو وعد الله للصابرين. الآن أتلو وأتدبر. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. هذا الذي يردده المسلم إذا مات له قريب أو صديق أو حلت به مصيبة. الآن هذا القول نستخلصه ونستخرجه من الآيات. إذن الذي نقوله هو: إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما نقول هذه الجملة
أن يا رب العالمين نحن راضين وأن سنصبر على مصيبتنا مهما كانت. وأكبر مثال على صبرنا وأكثر مثال لصبرنا وتحملنا على مشاقنا هو صبر النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق والمرسلين على المصائب والشدائد، فقد صبر على أذى قومه وصبر على موت أولاده القاسم وعبد الله وإبراهيم، وكان من أحب أبنائه إبراهيم. عندما مات حمله في حضنه وقال: إن العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. أي أنه سلم أمره كله لله، ولكن المسلم أيضا يحزن، لكن يجب أن لا يطغى حزننا على صبرنا. الآن ننتقل إلى صفحة 71. بعد فهمي للحديث النبوي الشريف ألتزم في حياتي أن أشكر ربي على كل نعمة ينعم بها علي، وأصبر عند الشدائد والمصائب، وأيضا أطيع الله عز وجل. الآن لا يسعنا إلا أن نقول: اللهم صبرنا ولا تبتلينا، ولكن إذا ابتليتنا أعطنا القوة والصبر يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.